ولن سوق الإشهار في المغرب هو سوق ضيق، 30 مليون درهم هو مبلغ هزيل جدا مقارنة مع المبالغ المالية اللي كيروجها الإشهار في دول عربية أخرى، مصر، تونس، وبالتالي هذا المبلغ ديال 3 مليار سنتيم كتاخد فيه الإعلام العمومي السمعي المرئي 65%، وبالتالي واحد 35% هو من هذا 3 مليار هي اللي كتوزع على جميع وسائل الإعلام. وهذا الإشهار كيتم الاعتماد على وكالات الإشهار هي اللي كتقوم بدور الوساطة، وهذه وكالات الإشهار هي كتاخد النسبة ديالها من هذا 35%. وأيضا كاين لوحات الإشهارية اللي في الفضاء العام هي كتاخد النسبة ديالها من هذا 35%. في نهاية المطاف كيبقى واحد الفتات قليل جدا من وسائل الإعلام الورقية والإلكترونية جميعا ما يمكنش يكون كافي لتمويل أو للمساعدة لتمكين وسائل الإعلام من التنفس في ظروف طبيعية. إذن سوق الإشهار فيه إشكالية كبيرة جدا اللي خصنا نجزو واحد تقييم شامل عليه، وخص مراجعة جدرية العديد من الممارسات اللي يمكن تمكننا نطلعوا إلى أنه الإشهار يمكن له يمثل رافد من الروافد الأساسية لتمويل وسائل الإعلام الوطنية. أنا كما قلت أولا لا يوجد صحفي مغربي معتقل على أساس قضيتهم من الصحافة وحرية الرأي والتعبير. هناك صحفيون زملاء معتقلون في قضايا ينختلف وقعت اختلافات حول تقديراتها. أنا لست سلطة تحقيق كنقابة ولست جهة قضائية مختصة، القضاء هو المختص والقضاء أصدر أحكامه النهائية في هذه القضايا، ولا يمكنني إلا أن أكون محترما للقرارات القضائية. هذا الجانب القضائي القانوني، أنا أتحدث عن الجانب المهني والجانب الإنساني. نحن في حاجة ماسة إلى لحظة مصالحة حقيقية نحقق من خلالها جبر ضرر الضحايا، ولكن أيضا نمكن زملائنا من مغادرة الزنازل التي يقبعون فيها. متهم كانت فيها واحد العدد ديال الأبعاد حقوقية مهنية ديمقراطية المناخ العام ديال الحريات السياقة الوطنية والدولية، وأيضا تم طرح وإبراز حجم ديال التحديات وديال الرهانات المطروحة على النقابة ومطروحة أيضا على الجسم الصحفي. كانت واحد اللحظة ديال حضور الممثل محمد الشوبي، الشوبي باعتباره واحد الفنان ارتبط بقضايا ديال الشعب لا في إبداعه ولا في مواقفه المعبر والمعلن عنها. إذا كان في إطار انفتاح النقابة والصحفيين على الفن، على السينما، على الثقافة، على المجتمع. وكانت واحد اللحظة أيضا هامة في ختام برنامج اللي هي تكريم الصحفي الزميل نور اليقين بن سليمان، تاريخ الصحافة المكتوبة وأيضا تاريخ ديال العمل النقابي ببلادنا باعتباره أحد القيادات البارزة في مكاتب تنفيذية سابقة ديال النقابة الوطنية للصحافة المغربية. خلاصة هذا الحضور المتنوع والغني والمكتف للعموم الصحفيين والصحفيات يعكس الأهمية ديال النقابة الوطنية للصحافة المغربية وديال القيم ديال التضامن بين الزملاء من أجل تعبئة الجهود، تعبئة مواقعنا ومنطلقاتنا المتعددة، ولكن تجمعنا المهنة ديال ممارسة الصحافة من أجل الرقي بمهنة ممارسة الصحافة المغربية على مستوى القنيطرة. لأن عندنا واحد العدد ديال التحديات وديال الإشكالات جوانب كثيرة بدينا فيها، ولكن جوانب أخرى باقة مطروحة علينا. إذا بشكل عام هذا يوم عالمي احتفائي، وكل سنة وزملائي وزميلاتي العزيزات والأعزاء بألف خير. الاحتفال اخترناه أن يكون جهويا، بمعنى أن يكون لفروع النقابة قد قصب الصبت فيما يتعلق بتنظيمه، أن تختار له ما يناسب الجهة. الفرع الجهوي للقنيطرة اختار الانطلاق بهذا الشعار الذي يجمع بين الحرية والمهنية، ونحن نؤمن بهذا الشعار أشد ما نؤمن به مركزيا، لأن الحرية هي أكسجين الممارسة الصحفية، ونعتبر في المغرب على أن حققنا كثير من المكاسب فيما يتعلق بحرية التعبير، ولا نحتاج دروسا من أحد من أجل توسيعها. لهذا نقول على أن النضال النقابة الوطنية للصحافة المغربية في مجال الحريات هو إلى جانب القوى الأخرى سواء في المجال الحقوقي أو المجال السياسي، وأننا نعتبر على أن الحرية هي المعيار الأساسي لممارسة مهنية نظيفة، مهنية متقدمة. في نفس الوقت نؤمن بأنه لا يمكن أن تكون الحرية غير مقيدة، الحرية مقيدة بالمسؤولية، والمسؤولية لا تحتاج فقط أن تستحضر القوانين بل أن تستحضر قواعد الكتابة الصحفية، لأنه في كثير من الأحيان نذهب إلى المحاكم من أجل أخطاء في الممارسة المهنية قبل أن تكون هناك نية سيئة في الجانب التحريري. لهذا نقول على أننا في المغرب حققنا كثير من المكاسب طيلة عقدين
من 2000 حتى 2020 حققنا مكاتب كثيرة في الصحافة المكتوبة في الصحافة الإلكترونية، حققنا يعني اختراقات في القطاع العمومي. كلام ليس للصحافة فقط، هذا كلام علمي فيما يتعلق بشرط بناء المقاولات. كل المقاولات في العالم لا يمكن أن تتقدم من دون أن تهتم بالعنصر البشري، وهذا توافق بيننا وبين السلطة الحكومية إلى أبعد الحدود. بقي اليوم كيف ننزل هذه الإجراءات. نحن نقول على أنه حان الوقت لبناء مقاولة صحفية قوية تستطيع أن تضمن لأبنائها وضعية مريحة من ناحية المادية حتى يتفرغوا لتطوير المهنة. أنا جيت ربما من جيل كان جيل ديال الخمسينات وجيل ديال الستينات وكان جيل ديال الربعينات.